أهلا بكم. وكأن الزمان قد استدار كهيئته في العشرية الأولى من هذا القرن، فقد عاد السودان بفعل بنيه ساحة للصراع الدولي، وقد جربنا هذا الدواء في سابق أزماتنا، فما أذهب علة ولا داوى ألما ولا أبرأ سقما. تطاول أمد القتال وزادت الكلفة البشرية قتلا ونهبا وتشريدا واغتصابا من غير نهاية منظورة لهذه المحنة. وحين تتبدد الآمال بالقدرة على إطفاء النار المشتعلة في أطراف الوطن، تبدأ التدخلات الدولية، فهنا فرصتنا، وهنا ترفع قميص عثمان بدعاوى القلق على الوضع الإنساني والرغبة في توفير الأمن للمدنيين وبسط الحماية على النساء والأطفال والمسنين. لكن المجتمع الدولي ونضعه بين مزدوجتين، له أهداف قريبة جميلة لا خلاف عليها، وله في الآن نفسه غايات بعيدة لا يفصح عنها، وبين أهدافه المعلنة وغاياته الباطنة بعد المشرقين. إذ يعيش العالم في تكتلات وتحالفات، ويحاول كل طرف فرض هيمنته وسيطرته بقناع الإنسانية حين لا تسعفه قوته، وبروافع الغلبة المباشرة حين تواتيه الظروف واثقا بركنه الشديد. لقد منحت معركة الأمس فرصة لحل الأزمة بأدوات التدخل، حسما بالسلاح أو إقناعا بالكلام، فالحرب هي دبلوماسية خشنة، كما أن التفاوض حرب بناعم السلاح، فعسى أن نغتنم السانحة حتى يطمئن الخائف ويعود الطريد ويشبع الجائع وتجف في مآقها الدموع. أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من دائرة الحدث لهذا اليوم، والتي نتحدث فيها عن الفيتو الروسي دعوة للحل من الداخل. هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم بصحبة ضيفي داخل الاستوديو. رحب على يميني بالدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لفكرة للدراسات والتنمية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ ياسين. ورحب أيضا بالمحامي ورئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية الأستاذ ساطع الحاج. أهلا بك. أهلا بك أستاذ ياسين، وأهلا بدائرة الحدث وسودانية 24. أهلا بك. اليوم سنتحدث عن مشروع القرار البريطاني والأحداث الكثيرة التي دارت حوله، ومسألة استخدام روسيا لحق الفيتو وعدم تمرير هذا القرار بموجب هذا الأمر. بداية الأستاذ أمجد، دعنا نتحدث عن هذا المشروع وما هو الهدف منه. طيب، أول حاجة مرحب بك أستاذ ياسين، ورحم الله يعني شهداء الوطن وكل من فقدناهم في هذه الحرب اللعينة، خصوصا في الجزيرة في الأيام الماضية التي شهدت انتهاكات مروعة يعني على مدى الأيام الماضية، وأيضا توالت الهجمات في شمال دارفور في الفاشر في بشكل هدد حياة الكثير من المواطنين والمدنيين، وخصوصا في المنطقة المحيطة بمعسكر زمزم للنازحين. وأنا أعتقد أن دي كلها أمور يجب أن نقف عندها طويلا، لأنه ما يحدث في السودان تجاوز يعني منذ اندلاع الحرب، لكن بما لا يدع مجال للشك هو ليس مجرد خلاف سياسي، ما يحدث هو جريمة منظمة ضد السودانيين، ضد بقاهم، ضد حياتهم، ضد آمالهم في الاستقرار وفي حكم مدني ديمقراطي مستقر. ونعتقد أنه ما في مجال يعني لتغبيش هذا الأمر. هناك سودانيين يموتون وهناك من يقوم بقتلهم، ودانا أعتقد أنه لا يجب أن يكون أمر فيه قباش سياسي. بالمثل لا يعني لا يفوتني أن أترحم على زميلنا الطبيب الذي استشهد بالأمس في منطقة السامراب جراء محاولة قوات الدعم السريع أو ما تبقى من ميليشيا قوات الدعم السريع في بحري الهجوم على منزله والاعتداء على بناته، وتصده لذلك فقام مرتزقة الميليشيا بقتله. هذه الجرائم، آمين يا رب العالمين، هذه الجرائم هي أمر ينبغي أن نتوقف طويلا عنده. وده يأتيني يعني لسؤالك عن قرار أو مشروع القرار البريطاني الذي تم تقديمه بخصوص حماية المدنيين. في حقيقة الأمر هو القرار في حد ذاته
هو محاولة للدفع أو لدفع المجتمع الدولي، والقرار ما بريطاني بس، القرار شاركت فيه صياغته بريطانيا وسيراليون. نعم. فيه كان إدانات واضحة للانتهاكات اللي قاعد تحصل ضد المدنيين، فيه دعوة لوقف إطلاق النار، وفيه برضو يعني مطالبة باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في السودان. لكن خلى القرار للأسف من أي آليات للإنفاذ، وكذلك خلى من أي مشاريع لتحقيق نموذج عملي لحماية المدنيين في السودان. تريد أن تقول دكتور أمجد بأن القرار في حد ذاته لم يكن كاملا بالشكل الذي يجعله قابلا للتنفيذ؟ القرار كان عبارة عن إنشاء يا سيدي. طيب. عشان أديك من الآخر. طيب. القرار كان عبارة عن إنشاء، وكذلك التقرير بتاع السكرتير العام للأمم المتحدة أو الأمين العام للأمم المتحدة الذي تم تقديمه قبل القرار بأسبوعين، والذي برضو تحدث عن عدم وجود مناخ ملائم لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين، سواء كانت إرسال قوات أو غير ذلك. الاعتراض أو الفيتو الروسي كان من الواضح من اللغة اللي تم تقديمه بها أنه اعتراض مبني على أساس أيديولوجي وغير متعلق بالوضع في السودان، هو حقيقة متعلق بحسابات دولية أخرى تم تصفيتها على صياغ الحرب البالدة في السودان. الروس يودون الاحتجاج على الإجراءات اللي اتخذتها الإدارة الأمريكية المغادرة لإدارة بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية والأسلحة الغربية في ضرب العنق الروسي، وهذا الفيتو لم يكن أكثر من محاولة لإبداء احتجاج وإظهار فرض عضلاتهم، يعني لم تكن طبعا للدبلوماسية السودانية أي مكان فيه. وغير ذلك أنه أنا قريت بيان وزارة الخارجية السودانية، وحقيقة يعني تعجبت لأنه القرار كان من فيه واحدة من أقوى الإدانات تم توجيهها للدعم السريع منذ اندلاع هذه الحرب بشكل واضح. فلم يكن للدبلوماسية السودانية أي دور من قليل، يعني من قريب أو من بعيد في الفيتو، يعني حق الفيتو الذي استخدمته روسيا كان فقط لإسالة الحرب، كان متعلق بحساباتها في معاركها مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا. لكن الأمر ده أنا أعتقد أنه يجب أن نتوقف فيه كسودانيين، لأنه القصة بتاعت حماية المدنيين دي هي أولوية وضرورة لا مناص عنها. حماية المدنيين في مناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة الحكومة، حماية المدنيين في مناطق القتال، وحماية المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع. وضع هذا الموضوع في محل استقطاب سياسي ومحاولة إقحام عناصر ذات طبيعة بتاعت حسابات عسكرية أو أجندة سياسية في هذا الأمر، مثل ما فعل دكتور حمدوك في جاتم هاوس بمطالبته بحظر الطيران، ده بيضع هدف نبيل وسامي لحماية حيوات السودانيين وأمانهم في ظل هذه الحرب، بيضعه في محل استقطاب لخدمة أجندة هي حقيقة متعلقة بحسابات الإمارات ما بحساباتنا إحنا. حاولت الإمارات عدة مرات إيصال أسلحة عن طريق مطار نيالا وعن طريق مطار الفاشر وعن طريق وبشكل مباشر برضو بالقرب من مطار الأبيض، وتم التصدي لها من الطيران الحربي السوداني والقوات قوات الجوية السودانية. والإمارات ظلت تنتهك حظر الطيران المفروض على دارفور بموجب القرار 1591 منذ بداية هذه الحرب، وتنتهك حظر توريد السلاح إلى دارفور منذ بداية هذه الحرب. المطلب لحماية المدنيين متعلق بخلق مناطق خضراء آمنة تسمح باستمرار حياة السودانيين في منجا من هجمات الدعم السريع ومن هجمات الجيش من قصف الطيران ومن قصف التاشرات لحماية يعني المدنيين فقط. بس اسمح لي دكتور أمجد سأعود إليك. أستاذ صادق أهلا بك مجددا في هذه الحلقة من دائرة الحدث. يعني استجابت 14 دولة للقرار البريطاني، والذي كان بمشاركة عدد من الدول من بينها سيراليون وما إلى ذلك. كيف تنظرون لاستخدام روسيا لحق الفيتو وعدم تمرير هذا القرار؟ هل هو كما وصفه دكتور أمجد فريد بأنه يدخل في دائرة الصراع الكبير ما بين الولايات المتحدة وروسيا، وأن الحماية المدنيين يعني بين هذا وذاك يروح المواطنون وحياتهم في كل يوم تزهق؟ يعني
طيب اولا لابد ان نترحم على جميع الشهداء الذين سقطوا من اجل السودان ليتحول الى دولة ديمقراطية، الى دولة مدنية، الى دولة يتم فيها تداول السلطة وتوزيع الثروة بشكل عادل منذ عبر الحقب المختلفة يعني. واما بالنسبة للقرار البريطاني والقرار وقرار الاتحاد السوفيتي، حابدأ اعلق على القرار البريطاني. القرار البريطاني هنالك اشياء سلبية فيه وهنالك مناحي إيجابية فيه. طيب. المسألة السلبية في القرار البريطاني إنه مباشرة إنه المتصارعين والمتحاربين فشلوا في وقف إطلاق النار، فشلوا في أنهم يصلوا لمناطق آمنة لحماية المدنيين، فشلوا في أنهم يقدروا فعلا يتوقفوا في لحظة ما عن إطلاق النار إلى الآخر. وبالتالي المسألة السلبية أنك اضطريت آليات المجتمع الدولي نتيجة لفشلك الداخلي مع بعضكم البعض في أن يضطر المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية السلم وحماية الأمن في المنطقة. وطبعا التدخلات الدولية عندها تبعات كثيرة جدا يعني. أما القرار البريطاني في حد ذاته طبعا وصلنا مرحلة لا يمكن أن أقول لك أنه ما كان ضروري أن المجتمع الدولي أن يتدخل. المجتمع الدولي كان لابد أن يتدخل بمشروع هذا القرار البريطاني. القرار البريطاني أنا أعتقد كان فيه أشياء إيجابية في حد ذاته على أقل تقدير. هو مش ما وضع آليات، لأنه أصلا وفقا لمواثيق الأمم المتحدة والأطر القانونية لمسائل حماية المدنيين ابتداء بنبدأ بأن المتنازعين أو المتحاربين عليهم أن يتفقوا على إيجاد مناطق آمنة نسميها خضراء أو مناطق ممرات آمنة أو ملاذات آمنة إلى آخر هذه التسميات. فشلوا في ذلك، بالتالي القرار ذات نفسه دعا المتحاربين إلى أن يتخذوا موقف زي ده وأن يتوصلوا إلى موضوع فأنهم يجدوا حماية مناطق آمنة لحماية المدنيين. أهم حاجة في القرار البريطاني إنه أحيا اتفاق جدة 11 مايو 2023، لأنه أشار في صلب القرار إلى لابد من وجود آليات لتنفيذ اتفاق جدة. ودي الأهمية، إنه المواثيق اللي نحن بنعملها بتكون في حتى لو ما نفذت في لحظتها لكنها بتكون جزء من الوثائق التي يمكن أن نعول ونعتمد عليها، لأن الحرب أصلا في لحظة ما ستقف. على أي حال القرار كان في ضرورة، لأنه حقيقة المدنيين الآن بيتعرضوا لانتهاكات غير مسبوقة في تاريخ السودان، وفي موت غير طبيعي وفي نهب غير طبيعي وفي جرائم غير طبيعية الآن بترتكب في مواجهة المدنيين، وفي إهدار كامل لكل القوانين الإنسانية أو قانون المجتمع الدولي الإنسانية أو جنيفة، قوانين جنيفة والبروتوكول الأول والثاني الملحقات بها، أو حتى اتفاقية حماية الأثار الثقافية وهكذا. دي كله في بانتهاك عنيف جدا بيحصل. طيب الآن الأمم المتحدة فوجئت، مش فوجئت لكن توقف هذا القرار في أنه يكون هو الملاذ الأخير لحماية المدنيين بالفيتو الروسي. بيبقى السؤال، هل الفيتو الروسي جاء لمصلحة المدنيين؟ لا، الفيتو الروسي ما جاء لمصلحة المدنيين، لأنه أنت لو شفت منذ 46 تأسيس الأمم المتحدة حتى الآن روسيا استعملت الفيتو بتاع أكثر من 100 في حدود 150 مرة، بينما الولايات المتحدة بإسرائيل بجبروت ده في حدود 100 مرة. ولما تجي لفرنسا وبريطانيا بتجدهم لم يصلوا حتى هذه اللحظة من 46-40 مرة. فيبقى روسيا أكثر دولة استعملت الفيتو حق الفيتو. تأسيس حق الفيتو وده ما نتاج لعيون شعبنا ولا نتاج لأنها دارت كيف مع البرهان ولا ما خلاف، عندها مصالح استراتيجية ده اللي بيحدد الفيتو من عدمه. وطالما في قواعد حربية مفترض تكون روسية على بالقرب من باب المندب وعلى البحر الأحمر، وطالما كانت هنالك أيضا في مسائل اقتصادية وفي ذهب وفي أوكرانيا من الجانب الآخر وفي مصالح دولية في المصالح الثانية، بيبقى الفيتو
متعلق بالمصالح الروسية ولا يتعلق بالمصالح السودانية ولا بحماية المدنيين. نعم. القصة هنا حقيقة يجب أن ننتبه نحن كسودانيين الآن وحتى حكومة الأمر الواقع يجب أن ننتبه جميعا، لأنه القصة ما في نعلقها في أن والله في المجتمع الدولي داري يتدخل. يجب أن تتحمل حكومة الأمر الواقع وأن يتحمل المتصارعين الآن المسؤولية التاريخية في حماية المدنيين السودانيين، وعليهم الآن حتى لو ما توقف إطلاق النار فيما بينهم في صراعهم اللي هم وصفوه بأنه عبثي، عليهم أن يحددوا مناطق آمنة للمدنيين، وأن نتوسع حتى في مسألة المناطق الآمنة من ناحية المأكل، من ناحية مشرب، من ناحية عملهم، تقديم الخدمات الصحية، تقديم الخدمات التعليمية إلى الآخر، ليكون مفهوم الحماية مفهوم متكامل ومفهوم واسع. ودي مسؤولية، ما مسؤولية بريطانيا ولا مسؤولية المجتمع الدولي، دي مسؤولية الآن في المقام الأول الناس المتصارعين اللي كانوا جزء جسم واحد في هذه الدولة وانقسموا إلى قسمين في صراع مصالح أيضا. نعم. داخلية بشكل. نعم. كبير. هذه النقطة أيضا سأسأل منها دكتور أمجد. دكتور أمجد، كل يوم تتزايد أعداد القتلى في ولاية الجزيرة وشرقها، في دارفور كل يوم تزداد أعداد الضحايا. يعني مشروع القرار وصفه أستاذ ساطع بأنه الملاذ الأخير للمدنيين الذين يعني في كل يوم يموتون بلا ذنب نتيجة لهذا الصراع. يعني فيتو روسيا كان ضد المدنيين ولم يساعدهم، كيف تنظر لهذا؟ فيتو روسيا ده فيتو روسيا، خليني من روسيا. أنا عاوز أمسك في كلام دكتور ساطع الأخير ده، أستاذ ساطع الأخير ده، لأنه الكلام المهم. تفضل. الموضوع بتاع حماية المدنيين ده لا بتحميهم روسيا لا بتحميهم، ما بتحميهم الكلام. الشرعية الدولية عندها آليات بتاعة إنفاذ، زي ما قال أستاذ ساطع القرار فيه حاجات إيجابية، إدانات بيجاي وذكر الناس بأنه في مصيبة في السودان. طيب. لكن في مضمونه هو عبارة عن إنشاء، ما 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 اتخذ إجراءات عملية لكلام المدنيين. عشان كده أستاذ كلام أستاذ ساطع الأخير ده مهم، إحنا محتاجين للاتفاق أكثر من مرة تقصد بها شنو؟ محتاج أتكلم عن ما هقول لك يا ياسين. إحنا محتاجين لإجراءات عملية لتنفيذ نموذج بتاع مناطق خضراء آمنة في السودان، آمنة من التاتشرات ومن غصة الطيران ومن كل الحاجات دي في ال 18 ولاية السودانية. نعم. لا فيها دعم سريع بيضرب، لا فيها دعم طيران بيضرب، لا فيها. وده لو كانت بريطانيا أو لو كان الزمن غير الزمن، ما إحنا كلنا عايشين في زمن صعب جدا جدا. الإنجليز ديل ذاتهم بيجوا دولة جزيرة صغيرة ما جزء من قارة ذاته، خليك منه يكونوا طلعوا من الاتحاد الأوروبي. طبعا المهم حالتهم صعبة يعني، يعني القرار أو مشروع القرار اللي عملوه ده هو مشروع بتاع يقولوا نحن هنا. إحنا محتاجين لأنه يا أخي مجلس الأمن ياخد قرار. طبعا برضو وده نقاش قانوني ممكن الصصات يتكلم فيه أكتر مني، إنه في حاجة اسمها مسؤولية الحماية، هم محتاجين لي موضوع من لقصة من مجلس الأمن، لكن حسا هم متعللين بقصة من مجلس الأمن. مجلس الأمن ده يا أخي طلع قرار 824 في 824 سنة 90 حدد 6 مناطق آمنة في البوسنة والهيرسك. طلع قرار برضو بإنشاء منطقة آمنة في كردستان، في إقليم كردستان اسمها منطقة زاخو. طلع حدد أيام حرب التاميل مدينة اسمها جافنا كمنطقة آمنة. خليك من ده، في اتفاقية كاملة عملت سنة 1930 كده اسمها اتفاقية موناكو. اتفاقية موناكو دي بتتكلم عن المناطق الآمنة دي، انه المناطق الآمنة دي لما يكون في حرب الناس ما تجي تتشاكل فيها، وانه يكون فيها، واتكلمت برضو عن انه مفهوم الحماية بيتجاوز الحماية الجسدية دي، المير فيزيكال سيف غاردينج ده، لانه يكون في خدمات أساسية، موية، كهرباء، دخل مع الاتصالات زمننا ده، رعاية صحية، تعليم، حاجات زي دي. في الاتفاقية جنيف الرابعة في المادة 14 و15 اتكلمت عن المناطق الآمنة. في البروتوكول الإضافي للاتفاقية جنيف برضو في المادة 59 و60 اتكلم عن المناطق الآمنة. العاوز يحمي معانا المدنيين ده ما يقعد يقول لي، ما يدين لي الدعم السريع ويدين لي احنا المدنيين واحنا شغالين سياسة، دي شغلتنا نطلع من الصباح ندين اي زول عاوز يدانا نديه يدانا،
كويس، لكن المنظومه بتاعت المجتمع الدولي دي عاوز تتدخل ما تقعد التدين ليه وتعرب عن قلقها. كويس يا اخي، احنا عاوزين اجراءات بتاع الدعم لانشاء مناطق امنه في 18 ولايه سودانيه. كويس، والمناطق الامنه دي يجب ان تكون قادره على احتضان نشاط اقتصادي بيسمح باستمرار الحياه بشكلها الطبيعي. المناطق الامنه دي المفروض تكون في الجزيره، المفروض تكون في الخرطوم، المفروض تكون في شمال دارفور، في جنوب كردوف، في دارفور، في غرب كردفان، في يا في الخرطوم، في بورسودان ذات. يا اخي احنا عاوزين منطقه امنه في البحر الاحمر، خلي برهان يقول لنا لا. كويس، احنا نطلع القرار بتاع المناطق الامنه دي وبعد ذاك الخاين الله يخونه. لكن حكايه انه نقعد نطلع قرارات بتاعت انشا ده، ما استمر المجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب مشوش بتحليلات كثيره بيعمل فيه، ده اولا. ثاني حاجه، عندنا مشكله كبيره جدا جدا في استمراريه الحرب دي اسمها الامارات. ما مصير ولا السعوديه، قبل كم يوم شايف حمدوك قال السعوديه برضو بتدعم في الحرب. طبعا هي دي محاوله للديفليكشن زي ما بقوله، لانه يغير النظر. احنا عندنا مشكله بتاعت انه في حته بلد صغيره كده مكونه من 7 امارات اسمها الامارات العربيه المتحده بترسل لها في سلاح تقيل جدا جدا للدعم السريع عشان تقتل بيه السودانيين. الدعم السريع بتستعمل السلاح الاماراتي اللي فيه تقنيه فرنسيه ده عشان تقتل بيه السودانيين في الفاشر، وتقتل بيه السودانيين في الجزيره، تقتل بيه السودانيين في الخرطوم، تقتل بيه السودانيين في الضعين ذاته. فحكايه انه انت والله تقول لي لا هم احنا نوقف الطيران لكن ما عاوز تتكلم لي عن امداد السلاح المستمر من الامارات دي، بقول لك يكاد المريب يقول خذوني. الحاجه الثالثه يا اخي برهان ده بالمناسبه سوداني، وحمد تي ده سوداني، كلام طبعا انه عرب شتات وديل ما سودانيين، الكلام ده خطر جدا جدا. نزل سودانيين، دي شكله بتاعت سودانيين مع بعض. اتدخل محمد بن زايد فشل، محمد بن زايد عاوز يشكل الاسلاميين، الاسلاميين ديل دخلنا سجنهم انا واستاذ ساطع ده. ما محمد بن زايد ما دخل معنا، كان بدي قروض للبشير. كويس؟ انت عاوز تحارب الاسلاميين، همشي حاربهم عندك هناك في بلدك. انت احنا شكلتنا دي خلينا نتيم بقى بنانا، نتصالح، نكاتل بعض، نقتل الاسلاميين، نرجعهم. لكن الفكره بتاعت انك عاوز تخلق ليك عدو شعبوي، عدو جمعي كده ده، وتحشد الناس وراه، السودانيين ديل طلعوا ضد الاسلاميين الساعة 2 ظهور. عملوا اعتصام قدام القيادة العامة واسقطوا الاسلاميين دي. لا دعمتنا امارات، لا دعمتنا امريكا، بالعكس هي طبعا الامارات اظرف حاجة في الموضوع، انه اخر منحة كانت تفتكر 600 مليون دولار، اخر منحة جات لحكومة البشير دي جات شهر 3 من الامارات. الامارات دي ذاتها اللي بتقول هسه انها بتحارب في الفيلم. فالقصة بتاعت انه في انتهاكات قاعد تحصل بسبب سلاح قاعد تديه حتة. قاعد تديه بلد محدده للناس اللي بيقتلوا بيها والناس دي، وفي سياسيين سودانيين قاعدين عندها وشغالين فيها، شغالين فيها قاعدين بيقبضوا منها مرتبات في من مراكزها بتاعت الاستثمار ومن وظائف ثانيه ما مفهومه ايش ده، تديهم بيوت واقامات ذهبيه والحاجه دي، ويجي يقول لي لا انا عاوز افتش معاك حل لمشكله السودانيين، بقول له لا والله كده اجيف يا اخوي. كويس، اول حاجه وقف لي صاحبك ده، هل قاعد يرسل في السلاح ده؟ يعني اول حاجه خلي بعدك نشوف حل المشكله، لكن انت ما ممكن تكون عاوز تطفي النيران وانت بتكب في الـ في الـ في, الـ في النار فيها. شايف قبل شويه الامارات طلعت لها بيان قالت ان هي بتشعر ب ب بشنو؟ يعني بتشعر بالاستياء من الفيتو الروسي عشان وقف حمايه المدنيين في السودان. طيب النبي فيكم الثلاثه طيارات اللي رسلتوها نيالا اول امبارح ديل ما شعرين بالاستياء منها؟ ما دي برضه بتقتل المدنيين كانت، ما انت بترسل في قتل المدنيين، ما انت بترسل السلاح اللي بيقتل في المدنيين ده. طيب اسمح لي دكتور امجد، استاذ ساطع تفضل. البعض ممن يرى ان مساله معارضه هذا القرار واستخدام روسيا للفيتو يرى بانه من صالح السودان لانه كان يدعم ادخال قوات أممية إلى السودان، والبعض يرون بأن هذا الأمر ربما يشكل خطرا آخر على السودان، كيف تنظرون لوجهة النظر هذا؟ أولا الفيتو الروسي لا يمكن أن يشكل أي أمن للسودان، والاحتفالات الجارية الآن وكذا دي عقلية شمولية استبدادية عسكرية لا أكثر من ذلك. أنا أعتقد أنه كان لو كانت في حكومة ديمقراطية مثلا أو بتمثل شعبها بشكل حقيقي، وطالما فشلت الحكومة الأمر الواقع في أنها توجد حماية للمدنيين وفي أنها توقف الحرب وفي أنها توقف إطلاق النار، كان على أقل تقدير يجب استثمار التدخل الدولي
فيما يخدم فعلا المصالح السودانية مش الأجندات الدولية. ولذلك الآن عندما يظل الوضع بهذا المستوى ولا توجد حماية المدنيين، أرجع للميثاق الأمم المتحدة مادة 42 والمادة 44، ما هو في الأول لا يجب أن يتم استنفاذ كل الطرق القانونية وكذا الموجودة في الميثاق وفي الاتفاقيات بتاعت الأمم المتحدة قبل أن ننتقل إلى الخطوة الثانية. ما هو لما نقول والله إنه الآن المدنيين بيتم تدمير وبيتم قتلهم وسحلهم في السودان بهذا المستوى، وإنه المجتمع الدولي وفقا للقرار ده التدبير الأول عاجز عن إنه يتدخل لحمايتهم، وتستمر المعارك بهذا المستوى، يستمر العنف بهذا المستوى، وتفشل حكومة الأمر الواقع حتى في حماية مدنيها والمدنيين السودانيين، يبقى المجتمع الدولي سيتدخل بشكل أو بآخر. يبقى إذن الخطورة وإنه حننتقل لتدخل لحاجة أقوى في الفصل السابع المعروف بالتدخل العسكري، وهنالك نماذج أصلا في الدنيا دي. العراق ده تم تدميره، كيف ليبيا تم، يعني ما دي في خطوات بيقول والله إنه الخطوة الأولى فشلت والخطوة الثانية فشلت، أنا حلجأ للخطوة الثالثة. يبقى المتوقع مباشرة أن نلجأ للخطوة الثالثة أو الرابعة في حالة هذا الفشل، وده اللي هو ده فعلا بيخدم التدخل الدولي في حدود مصالحه وأجنداته المتقاطعة مع الأجندة الوطنية. إذن في تقدير حكومة الأمر الواقع الموجود حاليا فشلت فشل ذريع في توظيف المجتمع الدولي لخدمة حماية المدنيين على أقل تقدير. طيب كيف تنظر لمقام اليوم فيما يلي مسألة الحكومة نفسها؟ يعني البرهان آخر تصريح له قال فيه بأنه لن يذهب لمفاوضات أو لوقف إطلاق النار إلا بانسحاب كامل وفتح الطرق والحصار من الفاشر وتجميع الميليشيا في مناطق محدودة، وقال بأنه لن يكرر تجربة جدة. مع احترامنا الكامل لهذا التصريح وللرجل وهكذا، لكن هذه ذات العقلية لو رجعنا لنظام عمر البشير وأيام المحكمة الجنائية وفي أيامه الأخيرة، ستجد مثل هذه التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع وغير واقعية بأي حال من الأحوال. ويعني التجربة الناس بتراجعوا من يعني غير ثابتين. أنت عندما تصرح مثل هذه التصريحات ولا تفاوض ولا كذا ولا كذا، هذا يعني أنك أنت قادر تحمي المدنيين. الانتصار الحقيقي الآن هو في حماية المدنيين وليس في أنك أنت روسيا وقفت ضد القرار ولا ما وقفت. إذا فشلت في حماية المدنيين وفشلت في حماية الأعيان المدنية وفشلت في حماية الموسم الزراعي وفي استمرار التعليم وفي استمرار الصحة، أنا أعتقد ده عدم الانتصار الحقيقي، ده ما يعني ما بتكون حققت أي انتصار. وتعليق الشماعة دي النقطة دار عليك على دولة الإمارات، يجب أن نتكلم في النقطة دي بوضوح شوية. أولا السودان كدولة وفقا للمشروع الإمبريالي الاستعماري غير مسموح لدولة زي السودان بموارد البشرية وموارد الاقتصادية أن تبقى تتحول إلى دولة مدنية أو إلى دولة ديمقراطية، يعني تقدر فعلا تقف في مواجهة إسرائيل أو تستنهض هذه المنطقة. المطلوب إن هذه المنطقة تظل بهذه السيولة وحتى يسهل نهب ثرواتها كما يحدث الآن يعني بشكل أو بآخر. إذن الإمارات حقيقة هي جزء من المشروع الإمبريالي، هي أداة من أدوات المشروع الإمبريالي لتنفيذ مخططه في أن السودان يظل بهذا الوضع. يعني قبل 20 سنة الدور ده كان بتمارسه إسرائيل عادة بشكل واضح جدا، حتى لما كان هنالك الحركة الشعبية مع الخلاف إنه الحركة الشعبية كان في رأسها رجل مفكر زي دكتور جون غارن ورجل سياسي من الطراز الأول عكس ما يجري الآن في السودان، لكن كان إسرائيل بتلعب دور فعال في ذلك الوقت. الإمارات الآن هي بدل التكلفة العالية بتاعت إسرائيل تم استبدال الإمارات بإسرائيل كواحدة من أدوات المشروع الإمبريالي لتحطيم أي دولة عربية يقدر يعني يحصل فيها نمو ديمقراطي أو تكسر سلالم التنمية والاستقرار المستدام، وهي بتلعب الدور ده
فحقيقة حتى الإمارات الآن لو وقفت من قصة التسليح وكذا لا يعني الحرب ما هتقيف، لأنه الإمارات بتلعب دور كآلة من آليات نظام عالمي غربي قاصد إنه السودان ما يتطور. إذا إحنا ما انتبهنا لهذا الأمر كسودانيين ووقفنا في مواجهته، بيبقى القطر ده سيكون مستمر، وسيتم استبدال الإمارات بواحدة من الآليات الموجودة في المنطقة العربية دي كلها. الآن حكام ما عندهم علاقة بشعوبهم، في معظم الدول العربية ما عندها علاقة بشعوبها، معظمهم بالذات المناطق الخليجية دي معظمهم مدجنين بثقافة غربية، بذهنية غربية، بعاطفة غربية، ومعظمهم تم تدجينهم في الولايات المتحدة وتدريسهم وإلى آخر. نعم، أنا على السودان ينتبهوا لهذا، فعلى أن ننتبه لهذا الأمر. يعني نحن مش نركز، أنا في تقديري الإمارات هي مجرد آلة من الآلات التي يستخدمها المشروع، لكن ننتبه إلى أن المشروع الإمبريالي هو الذي يعمل الآن على تفتيت السودان، وده يقرأ حتى مع المشروع البريطاني ومع الفيتو الروسي وهكذا. وده نحن الذين نفتح السودانيين الآن القابضين على السيطرة وشغالين في الحرب دي هم اللي بيفتحوا الباب واسع لهذا التدخل وللتقسيم جميل. للحرب الأهلية، وعليهم أن ينتبهوا بشكل واضح لهذا الأمر. جميل، سنخرج إلى هذا الفاصل القصير مشاهدينا، ومن ثم سنعود لنستكمل معكم هذه الحلقة من دائرة الحرب. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نستكمل معكم هذه الحلقة. أعود إليك دكتور أمجد، إن كان لديك نقاط تريد أن تقولها حول ما ذكره أستاذ ساطع الحاج حول مسألة المؤامرة الكبرى التي تستهدف السودان، وأن دول الخليج يعني يمكن أن تسير في هذا الطريق إن لم تكن الإمارات فقد تكون غيرها، وما رأيكم أيضا حول التصريحات الأخيرة التي قالها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان؟ أسئلتك طويلة بقت يا ياسين، لكن في الموضوع الأول بتاع التدخل الدولي ده، ما هو مش غيرها، وحاليا نحن عندنا أطراف مشاركة بشكل مباشر في الحرب اللي هي الإمارات، إسرائيل، ودول تانية في شمال أفريقيا وفي وسط أفريقيا، تشاد، كار، روسيا ذات نفسها. إحنا ما ننسى إنه روسيا دي هي حسب محتفلين بها، ما هي برضو روسيا دي أول ناس دربوا ودعموا الدعم السريع ده عن طريق فاغنر في بداية الحرب. يعني فالقصة بتاعت المجتمع الدولي دي اللي إحنا عاوزينه إنه يفكوا دربنا، يعني حقيقة الحاجة اللي إحنا دعلنا من المجتمع الدولي ده، زي ما قلت لك الشكل دي بين برهان وحميتي على السلطة، الشكل دي بتاعتنا كسودانيين ما في حاجة بتدخل فيها بوتين ولا بتدخل فيها محمد بن زايد، دي دول عندها أطماع، ولا بتدخل فيها نتنياهو طبعا برضو. فالناس ديل بس يحلوا عن سمانة. الحاجة الثانية الموضوع بتاع الديفليكشن ده، الموضوع بتاع انه يقول لك لما مصر برضو بتتدخل، لما السعودية برضو بتتدخل، لما ده كذب. احنا عندنا تقرير بتاع مجلس امن تقرير بتاع حاجة اسمها الاندبندنت بانيل اوف اكسبرت، مكتوب فيه يوغندا، مكتوب فيه الامارات، مكتوب فيه تشاد، مكتوب فيه دول محددة. احنا لما يكون في ايفيدنس زي ده ضد مصر وضد السعودية وبتاعه برضو ندينه، لكن الحكاية بتاعت انه انت عاوز تقوم توزع دم السودانيين بين القبائل والدول ده، دي حاجة ما مقبولة. ده اولا. ثانيا، روسيا وانجلترا والمملكة المتحدة ودين عندهم شكل كبير كده فيها غاز، وأوكرانيا وإغليم دونفاس ما شكل أكبر مننا كويس، وإحنا ذاتنا ما عندنا شغلة بها. إحنا دولة غنية، عندنا سواحل كبيرة جدا في البحر الأحمر، عندنا أراضي زراعية، عندنا موية، في ناس عندهم أطماع فيها. الثروات دي احنا مفروض نسخرها لخدمة مصلحة شعبنا على افضل ما يمكن، لكن لا ندي لقاعدة، يعني ما هنخش في السوق بتاع نبيع قواعد ونبيع اراضي ونبيع بالكيزان. جربوا الموضوع ده 30 سنة وفي الاخر اولاد صغار وبنات يعني بيجدوا عين الشمس مشوا قلعوا البشير ده وخطوا فيه كوبر، فما بحكاية دي ما بتخارج لازول كويس. بتفق مع أستاذ ساطع إنه في مشروع بتاع دي ستابيلايزيشن للهورن اوف أفريكا والميدل إيست ده كله، يعني الموضوع الغرب الأفريقي مشروع كبير جدا جدا، وناس عاوزين يسيطروا على البحر الأحمر، وناس عاوزين يسيطروا على منابع حوض النيل، وإسرائيل عاوزة تودي طيارة. المهم قصة كبيرة جدا جدا، لكن إحنا لينا دعوة بالمجرم المشارك المباشر الزول اللي مدخل يده في 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 مضمنا ده بالقوة كده. ده اللي بنقول يا أخي طلع لنا يدك يا أخي، لما تيجي بعدك
المراكز الدولية دي هاي بنخدها في الاعتبار انه هو في مصالح اخرى وكده. بالعودة الى حديث البرهان الاخير، الكلام بتاع البرهان انا باخده طبعا او يعني كثير من الكلام بيقول البرهان في انه اطار بيتقال في اطار الاستهلاك المحلي ورفع الـ 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 الروح المعنوية للقوات المتقاتلة وزي وزي كلام حميدتي. يعني انا مستغرب انت قلت لي كلام البرهان هطيب وكلام حميدتي بتاع حاجب لكم مليون زول وانا جايك ومطاني ما في تفاوض، ما برضو حميدتي قال الكلام زي ده. الكلام ده لا ينبغي ان يؤخذ على 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 محمل انه هو بيعكس في اراء سياسيه حقيقيه. وانا من المعلومات اللي عندي انه هو في بوش بتاعت اعاده احياء منبر جده، خصوصا بعد الفشل بتاع المفاوضات بتاعت جنيف بتاعت بيريلو، وانه برضو بيريلو بيحاول يعني يعمل اي اختراق دبلوماسي قبال نهايه فتره هو في فبراير طبعا ومغادره الديمقراطيه. لكن انا عايز ارجع لك برضه النقطه بتاعه البرهان، يعني هل كلام البرهان اللي بيقوله هو مجرد كلام بتاع التعبئه ولا يعبر عن وجهه نظر البرهان؟ بيخاطب في قاعدته ومخاطب في 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 قواعده. ما هو برضه برهان ده قال ما بمشي جده في تفاوض والاسلاميين ما معانا والمؤتمر الوطني ما تعمل مؤتمر شورى وبتاع وما عارف شنو. ده خطاب بتاع قائد سياسي لقاعدته السياسيه. انا بتعامل معه على هذا الاطار. انا هتعامل بجديه لما الوسطة بتاعين جدة ديل يرسلوا دعوة لمن جدة هانتظر الاثنين بيقولوا شنو. الحكومة السودانية المرة فاتت لما وصلوا لها رسلوا لها الدعوة بتاع جنيف دي قالت موقف واضح إننا مشكلة مع الإمارات، رسلوا الدعوة للحكومة ما ترسلوها للجيش. دي كلام واضح بتمسك عنده ده واحد اثنين حاجة واضحة. لكن لن نمشي للتفاوض يا أخي. طبعا في توقيع في اتفاق اسمه اتفاق جدة وإعلام مبادئ جدة لحماية المدنيين للالتزام بحماية المدنيين. قال بيطبق ليه الإعلان ده؟ أنا معه كويس. الإعلان ده وزارة تجربة جدة. لكن يا دكتور يعني شو تجربة جدة؟ تجربة دنماركية مثلا التجربة الجدة دي كويس. يعني شو تجربة جدة يا أخي؟ إحنا عندنا اتفاق. هذا ما قاله البرهان أنا أقوله لك. ما خلاص هاي خلاص مش هسأل البرهان قاصد شنو. لا أنا أسأل صح ولا وجهة نظري. أنا وجهة نظري زي ما قلت لك إنه أنا كلام برهان ده نتعامل معه على أساس إنه هو كلام للاستهلاك الداخلي. أي مبادرة مطروحة بشكل جاد طيب لمفاوضات جادة بتؤدي لإيقاف الحرب إحنا هنقيف ضد اللي بيقيف ضدها. لكن لو برضو أو زي ما قلنا جنيف مع جنيف دي لما نعملوا في الأول كلنا صفقنا لا قلنا تمام يلا أمشوا قدام، فجأة لقينا إمارات جاية ولقينا لا يجي الجيش ما يجي أبو نمو. قال لي أبو نمو ما يجي ليه؟ ما سوداني يعني يعني في امتني أنت الحاجات دي بتتحسب بتفاصيلها ما بال ما بال ما بال ما بالشعارات العامة. وفي دي عاوز أقول لك حاجة في موضوع الشعارات العامة ده كويس، إنه بيجي زول يقول لك والله يا أخي إحنا القوى المدنية عاوزين نقول لا للحرب، لكن لو الدعم السريع قتل زول لا لا يا جماعة خلوه ما مشكلة ما تشيشوا غبينتكم. هيا طب أنت مش عاوز تقيف ضد الحرب؟ ما وقف الحرب وقف القتيل ده كويس. ما الدعم السريع قاعد تقتل، يقول الدعم السريع ما تقتلي بدل ما تمشي الحمد لله السلامة في حديث كويس. موضوع الشعارات العامة دي ومحاولة إجبار الواقع على إنه يكون هو المطابق للشعار بدل ما أنت تشيل الشعار تحاول تنفذه على أرض الواقع، ده تدليس وده لعب بحياة السودانيين. ما بيعملوا إلا زول فعلا ما عنده وطنية وفعليا مستعد يقايض حياة السودانيين وأمنهم واستقرارهم وسلامتهم بأطماعه الشخصية أو مصالحه الذاتية في خدمة أجندات أجنبية. جميل، نتوقف عند هذه النقطة دكتور أمجد. أعود إليك مجدد أستاذ ساطع. هنالك من يرى أيضا في ما يلي مثلا لا بأس بإمكانك أن تعلق حوله بأن هذا المشروع كانت وراءه قوى سياسية هي التي دفعت روسيا إلى اتخاذ هذا القرار واستخدام حق الفيتو. طيب أنا شايفك ركزت أكثر من مرة حول تصريحات البرهان الأخيرة. نعم هي صحيح جاءت أنه ما حيكون في تفاوض وما حنمشي تفاوض والكلام زي ده. هو حقيقة بيبقى كلام البرهان أو السيد البرهان يفترض أن يكون انعكاس لرأي مؤسسات الدولة ورأي علمي وعملي وهكذا. الآن السودان لا نستطيع أن نقول والله هنالك في مؤسسات ناقشت فعلا ووضعت ورسمت سياسات الدولة والسياسة الخارجية. ما فيش السياسات دي، ما في الرؤية الواضحة اللي بتخلي فعلا هل نحن مع التفاوض. البرهان يقول والله مع التفاوض ولا ما مع التفاوض. هي وين المؤسسة ذات السودانية ناقشت القضية دي بشكل عميق وعبرت عن آراء المصالح بتاعت شعبها
ومصالح وطن وانه ما نمشي التفاوض. بالتالي انعدام هذه النقاشات وانعدام هذه المؤسسات بيخلي الكلام اللي بيتقال بعد ذاك باسم رئيس مجلس السياده كلام مجرد هباء منثور وما عنده سند مؤسسي يستند عليه ولا عنده بعد شعبي يستند عليه وبيبقى يعني ما عايز اقول انه بلا معنى لكن بتبقى دي العبارة الصحيحة انه بيبقى كلام بتاع مصاطب وونسات وبلا معنى لانه لا يمكن يعني الان بلدنا احنا بنعاني من انه في تعدد جيوش الدعم السريع جيش خارج الاطار القانوني والصحيح جيش الحركات المسلحة خارج الاطار والقانوني والصحيح ويتخذ قرار الان بتشكيل قوة جيش جديد باسم المستنفرين للقتال وتسليحهم بالشكل الان ماشي في السودان ده يبقى دي وين المؤسسه بتتخذ قرار زي ده يبقى دي قرارات مزاجيه قرارات ما عندها علاقه بالمؤسسه بما في ذلك تسليح الأورطة الشرقيه تسليح انا بتكلم عن انه نخلق ناس خارج يعني قوات جديده زي المستنفرين عندها عقيده سياسيه قبل ان يكون عندها عقيده قتاليه ومعروف هذا الامر وانا امشي في الاتجاه ده واخلي بس يا استاذ ساطع برهان رد عليك على كلامك ده ما هي دي الازمه انه برهان لا بس النقطة دي سنعود اليه انه برهان اتكلم عن انه ما في مستنفرين انه دول كلهم ناس تبع الجيش اذا والليدر بفتكر انه خط سليم سنعطيك في السلامة الحركات المسلحة تبع الجيش ما حقيقة يعني اكمل ما حد قائد انا بلاحظ في الصور انا لما اتعرف على قائد هذه مثلا الكتائب البراء نعم انا لما اتعرف على القائد بتاعهم في يوم او لما التقي به لكن من خلال الميديا يضع رتبة الرايد رتبة الرأي ده عشان تصل لابد أن تكون تلقيت كلية حربية ودورات حتمية وهكذا وتصل رتبة الرأي عشان يبقى بنقع في نفس هو لم يتخرج من كلية حربية قطعا ولم يمر بالدورات الحتمية إذا هنتكرر تجربة فريق خلا ولي وخلا بيبقى لواء كتيبة ورائد كتيب وهكذا نفس المستنفرين عندهم عقيدة سياسية يعني تريد أن تقول أن كل من يقاتل بجانب الجيش بما في ذلك المستنفرين وبقية لديهم مصالح أنا عايز أربط لك أنه طيب. القرارات بتاعة البرهان بيقول والتصريحات غير مربوطة بعمل مؤسسي بدليل أنه الآن في مستنفرين موجودين وأخذوا الرتب وبالعكس بيقول والله ضمهم للجيش من غير ما تكون هنالك مثلا ضم الجيش مسألة فنية ومسألة فيها تعقيدات هائلة جدا ليست مسألة يعني بتصدر بقرار عشان أضم أحول القوات دي إلى قوات نظامية في الجيش إذن يبقى لو كان في مؤسسة في الدولة فعلا بتتخذ قرار أنا بفتكر أنه لا يمكن أن كان أزيد عدد الجيوش أزيد الجيش تاني والأدهى والأمر أن تكون عندهم عقيدة سياسية غير العقيدة القتالية وده أمر غير محمود يبقى إذن دولة بدون مؤسسات لمناقشة القرار مراكز القرار ربما تكون الآن انحصرت في شخص أو شخصين فقط بيديروا قرارات 40 مليون سوداني وده شيء مسلم وظاهر وبالتالي التصريحات الأخيرة هي تصريحات غير مجدية وما عندها معنى واستندت على انعدام المؤسسات وضربت مثلا بقرار زي وجود عدم الذهاب الى المفاوضات طيب بالعوده القيادات في الدوله ذات نفسها الان حكومه الامر الواقع يعني انا استمعت للفريق اول الباشي وهو واحد من حكومات الامر الواقع الان ونائب القائد العام للجيش تحدث في خطوره موضوع المستنفرين وهذا تكرار ثاني للازمه او تعميق للازمه ولن يستطيع مكتبه أن ينفي هذا الكلام لأنه كلام ما لم يكن مفقق واستمعنا له السؤال الذي طرحته عليك اسمح لي لتوزيع الفرصة سأعود إليك ليطرح عليك ذات السؤال وذات السؤال سأنقله إلى دكتور أمجد مسألة أن هناك قوى سياسية كانت خلف هذا القرار يعني كيف تنظر لوجهة النظر هذه
طبعا بالاشاره سؤالك مهم لكن كلام استاذ ساطع اهم. الموضوع بتاع السكيورتي سيكتور ريفورم ده واصلاح القطاع الامني والعسكري في السودان ده هو ده الموضوع الاساسي الذي افضى ايوه بافضى بالفتره الانتقاليه دي الى 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 نهايات المره التي نشهدها. كويس. لكن انا اعتقد انه استاذ ساطع برضو انا افتكر بعين للموضوع ده من ناحيه من ناحيه بتاع جدال ايديولوجي لو سمحت لي استاذ ساطع اكثر من انها هي ناحيه، لانه ممكن اذكره مثلا بالجيش الثاني المصري في سنه 67 ما دول كانوا مستنفرين برضو ما كانوا متطوعين، بالاضافه لانه بتتكلم عن المستنفرين دول كانوا هم عندهم كلهم عقيده قتاليه في ترديد للدعايه اللي بيعملوها الاسلاميين ليروحوا ان هم الوحيدين المتطوعين مع الجيش. طيب اولاد غاضبون المتطوعين مع الجيش دول برضو عندهم عقيده سياسيه، يا اخي انا بعرف حاليا ناس زعلانين ساي من الحاصل في بحر دول بيمشوا بيتطوعوا في الجيش، في غضب شعبي حقيقي باتجاه الانتهاكات اللي قاعد تحصل في الدعم السريع. جيش الحركات المسلحة أنا ما بتفق معك أنه قاعد برا الأطر القانونية ومرجوبة بيس أجريمان دي كانت شنو؟ عندنا رأي فيها وعندنا انتقادات لها لكن ده ما إطار قانوني وافقنا عليه قعدنا له في الترانزيشن الغوفرمنت دي وقلنا والله يا أخي دي 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 قوة سياسية عندها حركات مسلحة أو عندها جيوش تبنى الجيوش بتاعتها دي وتدمجها في الجيش. ثم هو ده أنت ده مشى انت بتنتقد غايته. يعني المضحك في الموضوع ذاته انه السودان ده بيجي فيه تعدد بتاع موازين خرافي. انت مثلا القاعدين بتاع الجيوش الحرارة المسلحة اللي بتقاتل مع الجيش دي قاعدة بتقاتل مع الجيش ضمن الامر الواقع القانوني. في حاجة زي دي اسمها الامر الواقع القانوني دي فاكتو سيتويشن. انت عندك الهادي ادريس والطاهر حجر ديل. هادي ادريس ده قاعد نائب رئيس تنسيقية القوى المدنية. عنده جيش عديد. جيش ايش كده ده بيمشي وبيدوا للناس تحيه وبتاع ما اعرف شنو قاعد يحارب في حمايتي ضد الاطار القانوني اللي عمله ده ولسه هو مصير انه هو نائب رئيس تنسيقيه القوى المدنيه وعنده جيش عديل بيحارب مع حمايتي بيحارب الصفوف بتاعت حمايتي طاير حجر بيشيل في عربات من حمايتي. يعني 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 انا بفتكر انه محاوله تسجيل نقاط سياسيه وده ما يعني ما في كلام استاذ ساطع ده عموما لكن عموما في الوضع انه محاوله اختزال اللي قاعد يحصل في السودان ده بتسجيل نقاط سياسيه باحتكار مدنيين زول اسمه القائد العام لقوات المجلس تحرير السودان المجلس الانتقالي قائد عام للقوات دي لكن يكون نائب رئيس والله تنسيقيه القوى المدنيه يكون ما في مشكله زول يكون مثلا بيمشي بيجي عبد الرحيم دقل وقبال ما يمشي يجي يقعد معاه كده في اديس يقول لها راح نعمل التنسيقيه بتاعت الاستراتيجيه بتاعت التفاوض بتاعتنا في جنيف كويس بيجي يقول لك لكن ما انا محايد انا محايد ما لكن ما اشتغل مع الدعم السريع في استراتيجيتها الزبانك السيد المسيح قال اعرفوا الحق والحق يحرركم احنا نتعامل مع الموضوع ده عديل في ناس واقفين مع الدعم السريع واقفين مع الانتهاكات اللي قاعد تحصل في الدعم السريع ضد السودانيين، في سودانيين زعلانين قاعدين يهربوا من الخرطوم والجزيره المسيطر عليهم الدعم السريع دي بيمشوا المنطقه المسيطره عليها برهان، برهان ديكتاتوري وعمل انقلاب يوم 25 اكتوبر وادارته للبلد زي الزفت ومفروض ما يدير البلد دي والجيش السوداني مؤسسه غارقه في الفساد من 56 محتاجه لاصلاحها. لكن السودان اللي طلع من بحري ده ما قاعد يمشي مدني حته سيطره الدعم السريع، بيمشي بور السودان. نمشي حلفة قاعد يطلع من المنطقة الما آمنة لأنه الحياة فيها ما آمنة كويس لمنطقة آمنة كلام خالد سيليك بتاع إنه ما في مناطق آمنة في السودان ده كذب كذب وتهديد للسودانيين يا أخي النبط يا أخي إحنا شغالين سياسة دي عشان نشتغل خدامين للسودانيين جميل ما عشان نشتغل لو سمحت عزمي خليها تبقى لا لو سمحت يعني بس بس يعني خلينا أختصر الحكاية ليوزع الفرص على عدد فأنا بفتكر إنه موضوع إننا نحاول نبتز السودانيين طيب. سياسيا لتحقيق أجندة بمحاولة تطويع الواقع عشان يطابق الشعارات والأجندات اللي عاوزين نخدمها ده موقف مفروض الناس اللي بيعملوا فيه اعتذروا للسودانيين دي الأول حاجة ويبحثوا على توافق فيما يخدموا عليه السودانيين ما على من يحقق لهم أجنداتهم السياسية قصدك منين
قصدي منه يعني ما قصدي ناس تقدم يعني هيكون قصدي منه طيب. يعني قصدي منه انا لا ما قلتش على طريق قصدي منه انا اقول لك جميل كويس طيب. انا عايز اقول لك انه لما يكون في تنظيم يا دكتور لما يكون في تنظيم انت بسؤالك كلمه بتقصد انه القوى السياسيه الواقفه انا ما قلت القوى السياسيه انا ما قلت القوى السياسيه انا سالتك حولها يا اخي القوى السياسيه روسيا داخله شنو بالقوى السياسيه السودانيه الكلام بتاع روسيا بتاع انه ما تقدم دي اتعملت بدعم نرويجي بريطاني امريكي دفع قروش عديل وهولندي دفع قروش كعديل عشان يعملوها الروس عندهم مشكله مع الدول دي كويس قاموا مشوا هذا متقدم ده ما عنده علاقه بالمواقف السياسيه طيب. ده عنده علاقه بانه روسيا والله يا اخي ايوه الامريكان عملوا كده احنا بس نعمل ضدهم وده كلام ما عنده علاقه بالزول اللي قاعد الليله في الجزيره ولا بحري ما بيعمل له حاجه طيب. ما بيعمل له حاجه كويس القوى السياسيه دي طبعا موقفها في موضوع الرشا السياسيه ده كويس غلط ما في اثنين ثلاثه كويس لكن انه قاعد انه روسيا بتخاف مننا وما اعرف شو ده كلام فارغ صحيح الروس زي ما قلت لك الروس عاوزين يوجهوا رساله لبريطانيا وامريكا انه انتوا زي ما عملتوا لنا كده في اوكرانيا احنا بنعطل لكم حاجات ثانيه انتوا بتعملوا فيها ده الموضوع بتاع الفيتو الروسي ده لا علي وزير الخارجيه الجديد ده اسمه عنده علاقه بانه دع الروس واستخدم الدبلوماسيه السودانيه عشان الروس استخدموا الفيتو للفيتو ده فعليا او القرار ده كان فعليا عنده انعكاس على ارض الواقع عاوزين نحن المدنيين نفتش لحاجات عمليه لحمايه المدنيين مناطق امنه نوصل لهم الاكل كيف افتحوا ادري فتحت ادري الجميله فتحت ادري قبل كم اسبوع دي كويس دي حاجات عمليه بتوصل غذاء للسودانيين نشوف الام اس اف طلعت من مدني لين حاول نرجعها نشوف المستشفيات الواقفه دي يعملوا فيها شنو يا اخي وزاره الصحه دي عملت حاجه عظيمه قبل كم عملت حاجه عظيمه في اكتوبر 2024 بدت تطعيم الاطفال تحت سن الخامسه من الملاريا في السودان الملاريا دي سبب لاكثر من 60% من الوفيات داخل المستشفيات في السودان صحيح إن ده حمايه مدنيين ما عنده علاقه بالحرب عنده علاقه بانه في سوداني بيموت في 10 سودانيين بيموتوا 6 منهم بيموتوا بسبب الملاريا الوزاره دي بدات تطعيمهم ضد الملاريا دي حاجه عظيمه بس دي الحاجات المفروض نفتش لها جميل. جميل دكتور امجد سعود اليك اسالك حول هذا المحور لننتقل بعده الى زياره المبعوث الامريكي حول الاطر القانونيه لحمايه المدنيين والاشياء التي يمكن ان تساعد فعليا في انقاذ حيوات هؤلاء الالاف الذين يستساقطون كل يوم طيب اول حاجه لابد ان اقول انه بس دار التيم كلامي تفضل هو انه لما انا تكلمت عن الجيوش المتعدده ومن ضمنها جيوش الحركات المسلحه لما جينا في اتفاقيه جوبا 3 نوفمبر 20 اتفاقيه جوبا ذات نفسها اقرت بانه القوات الغير داخله في الجيش السوداني وتعددها ده ذات مشكلة وهي قامت حاول تجد حل للقصة دي نعم. لكن جوبا ما تنفذت صحيح. جوبا لم يتم تنفيذها ولذلك ظلت القوات موجودة وعندما قامت الحرب هذه القوات أعلنت الحياد ما اشتركت في الحرب من 15/4 ولم تكن تحت قيادة الجيش ولم تكن تحت لواء بأي حال ما الأحوال واستمرت الحرب زمن طويل جدا حتى بدأت تدخل في الحرب ودخلت الحرب بقرار من القائد العام للجيش دخلت قرار بالحرب من قرار من القواد أو القائد العام لكل واحدة من هذه القوات وده الخطورة اللي أنا بقوله أو ده البرجة أقول إنه ما فيش مؤسسات اتخاذ قرار وسياسة داخلية وخارجية واضحة في السودان ولذلك بيبين قلت إنه ربطت إنه لما السيد القائد العام يجي يقول والله ما فيش تفاوض طبعا ده قرار خطر جدا كيف ما فيش تفاوض ما فيش تفاوض معناته استمرار للموت استمرار للسابق استمرار للحرب استمرار للتدمير البنيات التحتية لما نقول ما فيش تفاوض وما فيش سياسي حصيف أصلا أو رئيس دولة بيكفل الباب تماما لازم الباب يكون عادة موارب يعني ما بدي فرصة لنفسي لكن عندما أغلق الباب بهذه الطريقة هذا يعني إنه القرار ده قرار مزاجي لا غير مسنون يبقى إذن قوات الحركات المسلحة ذات نفسها يعني رد على دكتور سدام جدول إنه ما دار السجال يكون كذا يعني لكن هي ذات نفسها لم تكن في اتفاقية جوبا تم تنفيذها لكن اتفاقية جوبا ذات نفسها الأشار لها أستاذ دكتور محترم أمجد فريد أقرت بأنه في مشكلة وحاولت تجد حل لهذه القوات ودمجها في جيش وطني واحد وعدم وجود جيش وطني واحد عن طريق الترتيبات الأمنية أيوة. الناس الزهجانين اللي بيمشوا يقاتلوا غاضبون عند عقيدة سياسية
الناس الكتائب عندهم عقائد سياسية، الناس الزعلانين المشوا من بحري يقاتلوا ما عنده عقيدة سياسية بشكل أو بآخر. يعني يجب أن ننتبه للقصة دي، وده الفريق بين الشخص المدرب كعسكري وكجندي وكضابط وهكذا وبين الناس المستنفرين والكتائب التي تدخل في هذا الأمر. الجيش الثاني في مصر، مصر فيها الجيش الثاني وفيها الجيش الثالث، دي تسميات لمسمى واحد، دي مش جيوش حقيقية يعني منفصلة بإداراتها بقياداتها، لا، هنالك الجيش الثاني هنالك الجيش الثالث مثلا وموجودين في حرب أكتوبر وفي وين وين، لكن ده جسم واحد أو لمسمى واحد، يعني جسمين لمسمى واحد، هو جيش واحد، سمى الفرق الموجودة دي الجيش الثاني سماها دي الجيش وهكذا، لكن مش جيوش بتعبر عن قيادة منفصلة وعن ميزانيات منفصلة وعن كذا. ولذلك يظل مثلا دمج الجيوش وعدم إصدار قرارات تستنسخ جيوش جديدة أو قوة جديدة يظل مطلب أساسي في وحدة السودان وفي التحول الديمقراطي وفي الاستقرار المستدام. جميل أستاذ ساطع. النقطة الثانية أنت سألت مسألة الأطر القانونية في دقيقة إذا سمحت. الأطر القانونية طبعا إحنا بالنسبة لحماية المدنيين ما تحدثنا عنها يمكن يداهم، لكن إذا حبيتني ألخص لك الآن أنا بقول لك إنه الأطر القانونية اللي بتستند على موضوع حماية المدنيين في موضوع التدخل الدولي ده، موضوع المجتمع الدولي ده، هي بتبدأ من القرار 1265 سنة 99 الصادر من مجلس الأمن، والقرار 1674 لسنة 2006 الصادر من مجلس الأمن، بجانب الاتفاقية الأولى لجنيف 49 والاتفاقية الرابعة 49 والبروتوكولات الأول والثاني الملحقات بهذه الاتفاقية، بجانب برضو اتفاقية حماية الآثار الثقافية، دي كلها بتدي الإطار القانوني أو السند القانوني لحماية المدنيين في السودان من خلال المجتمع الدولي، بجانب المادة ميثاق الأمم المتحدة ذات نفسه في بعض المواد الفيه، وهي أيضا بتقود إلى تضع أو تؤسس لإطار قانوني صحيح يتم من خلاله حماية المدنيين في مناطق النزاعات. جميل. اسمح لي ضيفي العزيزين، ربما تبقت لنا أقل من 6 دقائق، لكن نريد أن نعرج قليلا على مسألة زيارة المبعوث الأمريكي ووصوله إلى بور سودان ولقائه البرهان وعدد من الإدارات الأهلية. دكتور أمجد، كيف تنظر إلى هذه الزيارة التي جاءت متأخرة خاصة في نهاية فترة ولاية بايدن ونهاية هذا العام وبداية العام الجديد؟ هل يمكن أن يكون لهذه الزيارة ما بعدها ويمكن أن تحدث أي فارق؟ طبعا هي متأخرة شديد، لكن بس أنا في نقطة عاوز أأكد على اتفاقي على مع أستاذ ساطع فيها، إنه ما عندي اختلاف حول ضرورة توحيد الجيوش وإنه يكون في جيش مهني واحد موحد عنده عقيدة قتالية متعلقة بحماية الوطن وحماية الدستور، ده أمر أنا أعتقد ما فيه خلاف. لكن ما أودت الإشارة إليه إنه في 67 و73 وفي كل الحروب الكبيرة في العالم دي كويس، إنه القصة بتاعت إنه في متطوعين، إذا طبعا تسميتهم مستنفرين دي ما عشان كانت أيام، عشان كده حسب يسموها كتائب الإسناد، ما بيبقوا عاوزين يتخارجوا من موضوع برا وبتاع والقصة دي كويس. لكن حكاية انه بيكون في متطوعين بيقاتلوا مع الجيش النظامي دي حاجة عالميا هي موجودة في مواجهة عدو خارجي وليس في يعني تقبل وسط حرب داخلية سودانيين. ايوه قلت لك سودانيين وبعد المغاطعة. ما في مشكلة، لكن المتطوعين ديل ذاتهم ما الحرب في السودان دي احنا لازم برضو نعيد تعريف على انه حميدتي كرجل عسكري لكن جبان حاول يعمل له انقلاب يوم 13 و15 ابريل، لما انقلابه ده فشل بدل ما يبقى راجل زي هاشم العطا وزي كل العساكر العديل اللي بيمشوا بيعملوا انقلاب نجحوا بيمشوا القصر فشلوا بيمشوا الدروة، اي الحميدتي كزول جبان ساي عمل انقلابه فشل، مشى معه يوسف عزت وعبد الرحيم اخوه بتاعه دخلوا لنا في حرب دمرت البلد. دكتور فده له انفورسمنت اكتر. بريلو تاخر في زيارته او لغاها اكتر من مره بتعليلات انا افتكر بيروقراطيه كانت لم تغني احدا، اسباب لم تغني احدا، لكن في الاخر حسه كان متوقع انه بايدن حيفوز او هاريس حتفوز ويستمر، لما لقى انه
الزمن بتاعه انتهى، فبيجي عاوز يحقق له اي احترام، خصوصا بعد الفشل في مصر، بعد فشل هنا وفشل في جنيف وفشل في اي حته، واكتسب عداء للمدهش انه اكتسب عداء كل الاطراف السودانيه مدنيين وعسكريين. جميل استاذ ساطع، كيف تنظر الى هذه الزياره وهذا التوقيت، و ما الذي يمكن أن تضيفه في هذا الوقت خاصة وأن بريلو تأخر كما ذكر؟ أنا أعتقد أنه بريلو هو معين بواسطة الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها في 20 يناير 25، وبالتالي مش كمان منتهية، هي ذات نفسها الحزب ذات نفسه تم تغييره، يعني الحزب الديمقراطي ذهب، سيأتي الحزب الجمهوري بإدارة جديدة، وبالتالي هو ذات نفسه وجوده في 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 هذا المنصب ربما اصبحت ايامه محدوده. انا شخصيا استغربت هذه الزياره، واستغربت انه يعني ليه الحكومه الامر الواقع وخارجيتها قبلت بقبولها، يعني انا اعتقد لو كان الامر لنا درجه منتهية ولايته الموضوع ما فيه لعب ونسو. لا تتوقع أن تكون هناك أي جدوى لهذه الزيارة؟ طبعا يعني ليس هنالك. نعم. علينا أن ننتظر القيادة الجديدة في فترة ترامب، نعم، نشوف ماذا ستفعل، وهل ستمنح توم، ولا أعتقد أنه لن تمنحه أن يستمر. نعم. مندوب للرئيس أو كممثل سيغير. نعم أكيد سيتم تغيير، وربما الإدارة الأمريكية قد ترى أنه ليس هنالك أي مبرر لوجود مبعوث قد تلغي هذا المنصب تماما، ولذلك ما اعتقد انه كان في الزمن الضائع يعني. طيب دكتور امجد، مساله الجهود الاقليميه ودول الجوار، كان في جهود كثيره في الفتره الماضيه لكن توقفت هذه الجهود، رايكم لماذا؟ مشت وين؟ هذا هو السؤال. ما هو في فعليا عندنا مشكله بتاعت انه في حاله بتاعت تعدد وتناسل منابر. طيب. في السودان، انا عايز احكي لك حاجه. طيب. كويس، حس في الاسبوع الجاي ده في اجتماع عملاه منظمة أوروبية للسودانيين في سويسرا. أيوة. في 3 اجتماعات في نايروبي. وفي زي اجتماعين في اجتماع هنا كان في القاهرة قبل كم يوم، كلهم كده ده. كويس، زي 6 اجتماعات في أقل من أسبوعين. طيب. كويس، كلهم بيقول لك والله بنخاطب في القضية السودانية. كويس، في مبادرة بتاعت في منبر في جدة، في منبر اتعمل في النيف، في مبعوث بتاع الأمم المتحدة، في مبعوث أمريكي، في الإيجاد طبعا والاتحاد الأفريقي. طيب. دير ما عارفهم زادوا شوية الناس نسيتهم كده، في مبادرة دول الجوار، الناس دي كلها كده، في مؤتمر القاهرة، في الناس دي كلها كده، ده في تعدد بتاع منابر، وده بيسمح لكل القوى السياسية والطرفين المتحاربين بالتلاعب بالمنابر دي، لأنه بيمشي المنبر ده، يمشي الملتقى ده، مشى اجندته مشى، ما مشى بيقوم يمشي يجرب في المنبر الثاني. المنبر الثاني كويس، بيقاطع المنبر ده. يا اخي المجتمع الدولي غير جاد حتى الان في التعامل مع ما يحدث في السودان بجديه كافيه، لا على المستوى السياسي. نعم. لا على المستوى العسكري. لا على المستوى الانساني. طيب ما هي السيناريوهات القادمه؟ السيناريوهات القادمه بتاعت في ظل عدم وجود الان اي والله لا اتوقع انا 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 اتوقع انه زي ما قال استاذ صادع انه الاداره الامريكيه الجديده. نعم. خصوصا مع سيطره الجمهوريين على مش على البيت الابيض بس على البيت الابيض والكونغرس والسنت. أيوة. فهم مسيطرين على القصه دي كلها، فحيكون في تغييرات، لكن الريببليكانز بيشتغلوا وترامب بالذات بيشتغل بترانزاكشنال مغايضه ترانزاكشنال بوليسيز. طيب. يعني البوليتكس بتاعته كده بيدقوا صدام. فهو طبعا على راس اولوياته عنده قصه في اوكرانيا، لانه دي حرب هو داخل فيها بشكل مباشر. عنده حرب داخل فيها باي بروكسي في غزه وفي لبنان، وعنده القصه في السودان، لانه القصه في السودان دي فعليا اثبتت اهميتها، انه انفجار السودان ده قاعد ياثر على الاقليم كله، قاعد ياثر على الممر المائي اللي بتمر حوله، يعني البحر الاحمر اللي بتمر حوله 60% من التجاره العربيه. فهو من بي 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 لكن برضو السودان فيه تعقيدات بتاعت إسرائيل والإمارات ودي كلها دول عندها ارتباطات. نعم. مع السعودية. فمن الصعب إنه غايته نرجم بالغيب. أنا قريت طبعا تعليقات السودانيين التي انتشرت إنه ترامب في السودان حيعمل وترامب في السودان حيعمل. ترامب غالبا ما عرف السودان وين، يعني أنا متأكد جدا إنه غالبا ما عرف. دكتور اسمح لي أستاذ ساطع، يعني أستاذن السيد المخرج في دقيقة في مسألة المستقبل في ظل الوضع الكاتم والجهود الدولية التي فشل أغلبها والمنابر التي ذكرها دكتور أمجد من دول الجوار التي لم تصل إلى حل. ما هو المستقبل الذي سينتظر السودان في ظل هذا الوضع الكاتم، وما الذي يجب على الجميع فعله في دقيقة إذا تقرأ؟ أنا أعتقد أنه الحل للمشكلة السودانية لا يكمن في المجتمع الدولي. نعم. ولا في المجتمع الإقليمي، الحل يكمن في الداخل.
بأن هنالك ضرورة ملحة الآن لتشكيل كتلة تاريخية. هذه الكتلة التاريخية تعتمد على مفاهيم سياسية ومفاهيم ثقافية. هذه المفاهيم الثقافية أنا قصد أن تؤمن بالحرية وتداول السلمي للسلطة. تشكيل هذه الكتلة التاريخية الآن في المجتمع السوداني هو الحل في تقديري، وعلى هذه الكتلة التاريخية أن تقوم وفق المفاهيم السياسية ومفاهيم الثقافية بالكتابة مشروع القومي فعلا للخروج من السودان من هذه الأزمة. بدون هذا الأمر لن يحدث تقدم. وأعتقد أنه الآن تنسيقية القوى الديمقراطية اللي هي تقدم حقيقة قامت بمشروع ضخم جدا ومشروع تاريخي في اتجاه تأسيس هذه الكتلة التاريخية بمفاهيم جديدة وبمفاهيم ثقافية وسياسية. علما أنه يجب أن ننتبه إلى أنه المشروع الإسلامي يعني إحنا لما نتكلم عن المؤتمر أي نعم المؤتمر الوطني حزب محلول وأنا لا أتحدث عن أي قرار اتخذته الثورة في خصوص المؤتمر الوطني أو إعادة، لكن المجموعة الإسلامية أو المشروع الإسلامي يجب أن نتفق حتى في هذه الكتلة في كيفية استصحاب هذا المشروع الإسلامي ونتفق على مشروع واحد رئيس عشان الحزب الناصري يعني نكرر العدالة. فقط إنه لا يستثني أحداً لأنه لا يستثني أحداً اسمح لها نفسها دائرة لها تنظيم ودائرة لها جميل وصلت فكرة. شكراً جزيلاً أستاذ ساطع الحاج لحضورك معنا اليوم. شكراً أستاذ ياسين. شكراً جزيلاً دكتور أمجد المدير التنفيذي لفكرة للدراسات والتنمية، شكرا لحضورك معنا اليوم في هذا. شكرا ياسين. يمتد شكري لكم أنتم أيضا مشاهدين لمتابعة هذه الحلقة من دائرة الحدث والتي تحدثنا فيها حول مواضيع مختلفة أبرزها وأهمها حماية المدنيين. إلى اللقاء.